شيء الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويغفر لها يا رب. هي أمي الثانية يعني ربتني وكبرتني وتعبت علي لين ما خلتني وئام. فطفولتي كلها كانت معاها، تعبت علي كثير الله يرحمها يا رب. وأكيد تأثرت، أكيد زعلت، أكيد تضايقت. الله يرحمها. أقول لها ليش ما تسنيتينيش حتى نجي؟ الله يرحمها. تأثرت بزاف أمها طبيعي، العائلة كلها جات من الإمارات، أخوتي أمي خالتي كل حد جاء باش يعزي ويواسي عائلتنا هنا في المغرب طبيعي كل حد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.